قال الممرمي: والكلام ينقسم إلى أمر نحو استقم. هنا يتكلم على أن الكلام من حيث مضمونه ينقسم إلى أمر وإلى نهي وإلى استخبار، وينقسم أيضا من جهة أخرى إلى تمني وهكذا. فهو يتكلم على الأمر اللفظي، قال: والكلام ينقسم إلى أمر، يعني هو الأمر اللفظي، إلى أمر نحو استقم. عرف الأمر بالمثال، والمراد بالأمر هنا فعل الأمر وكل ما يدل على الأمر. والمراد من الأمر هنا ليس فعل الأمر فقط، بل المراد كل كلام مشتمل على طلب من اسم أو فعل دلاني على طلب فعل أو طلب ترك. وإنما حملناه على ما هو أعم من فعل الأمر لأنه أقرب إلى استيفاء الأقسام. يعني أنت لو عايز تقول إن الأمر هيشمل فقط افعل تستقم، ستكون هناك أقسام غير داخلة في هذا التقسيم. لكنك إذا فسرت الأمر بهذا المعنى الذي فسره به المحققون دخلت كل الأقسام في ضمن هذا الكلام. والمراد هنا، والمراد من الأمر هنا ليس فعل الأمر فقط، بل كل كلام مشتمل على أعم، على اسم أو فعل دال على طلب فعل أو ترك. وإنما حملناه على أعم من فعل الأمر لأنه أقرب إلى استيفاء الأقسام. وإلا لو حضرتك هتخليه الذي على صورة فعل الأمر فقط كاستقم، خرج مع ذلك أقسام كثيرة، خرج مع ذلك اسم الفعل صح يبقى مش داخل تحت الأمر، وخرج كذلك الفعل المضارع المقرون بالله ليعبدوا فليعبدوا عن جميع هذه، خرجت عن جميع هذه الأقسام. طب والخبر بقى اللي تحته مضمون أمر أو مضمون طلب، داخل في الأمر هنا ولا داخل في الخبر؟ قيل وقيل. يعني إيه قيل وقيل؟ يعني بعضهم نظر إلى الظاهر والصيغة المتلوة والمقروءة فوجدها خبر فأدخل هذا الكلام في ضمن الخبر، ومن دخله كان آمنا. هل تدخله تحت الخبر أم تدخله تحت الأمر؟ إن رعيت المضمون أدخلته في الأمر، وإن رعيت اللفظ أدخلته في الخبر، لأن اللفظ لفظ الخبر. طب هو من أين الأقسام؟ هتنظر لللفظ ولا تنظر للمعنى؟ فإن نظرت إلى اللفظ جعلته خبرا، وإن نظرت إلى المعنى جعلته أمرا. طيب قال بعد ذلك: والكلام ينقسم إلى أمر، يقصد به الأمر اللفظ مش الأمر القائم بالنفس، نحو استقم. هذا ضرب من ضروب التعريف وتعريف بالمثال، لأن التعريف إما أن يكون بالحد وإما أن يكون بالرسم وإما أن يكون بالمثال، وكل من الحد والرسم إما أن يكون يعني تاما وإما أن يكون ناقصا. معنى الأخير التعريف بالمثال، كما إذا قلت البر القمح أو القمح البر. قال: والكلام ينقسم إلى أمر نحو استقم، يعني أطلب منك أن تكون على الاستقامة في علاقتك مع الله. وكما ذكرنا لكم أن هذا الكتاب وإن كان مادة علمية بحتة إلا أنه قد اشتمل على بعض الإشارات التي لها علاقة بأدب الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. ما قالش لي مثلا قم، ما
قالش لي مثلا اذهب او كل او اشرب او ادفع. لكنه قال استقم، يعني اطلب منك الاستقامه. استقم، والالف والسين والتاء هنا ليست للطلب، لان هي لو قال قم هي ليست للطلب، لكن ادخل الالف والسين والتاء ليس للطلب وانما هي زياده، لان طلب ايه؟ ما هي اصلا قم فعل امر دال على الطلب، فيبقى طلب الطلب. ما انت لو جعلتها طلب هتبقى يا موسى هتبقى طلب للطلب. ما هو قم اطلب منك القيام. اذا ادخلت عليها الالف والسين والتاء وقلت ان الالف والسين والتاء هي الطلب، ستكون ايه؟ اطلب طلب الاقامه على حدود الله وعلى شرع الله. لكن هنا كما قلنا لكم ان الالف والسين والتاء قد تاتي زائده وقد تاتي للصيروره وقد تاتي للطلب. فهمت؟ ما كتبتش في الكلام ده دلوقتي. انت مش فاهم معانا ليه النهارده يا ساقي؟ ساقي الخير. يبقى الالف والسين والتاء هنا ايه؟ زياده. لماذا زياده؟ مش للافاده. زياده لانه لو لم تكن زائده وكانت داله على الطلب لكان المراد من الكلام طلب الطلب. ما هو قم مثلا طلب للقيام، واستقم هتبقى طلب للطلب. هو المراد ان هو يطلب الطلب؟ يتعلق الطلب بالطلب؟ ده كلام يعني متهافت. طيب دي مش موجوده في القراءه الاولى ولا القراءه الست اللي قبل كده. احسنت. ونهي، نهي معطوف على يا مولانا على امر، يبقى الكلام نهي وامر. الامر باعتبار تحصيل الفعل، والنهي باعتبار كف النفس عن الفعل، لان النهي متعلقه ايه؟ كف النفس، والامر متعلقه ايه؟ إيجاد هذا الأمر في الخارج. قال ونهي نحو لا تعصي. أيضا ذكر الأمر نهي وعرفه بالمثال. فالنهي كلام مصدر بلا دال بالوضع على الترك، وعبر عنه بصيغة لا تفعل. قال كلام مصدر بلا دال بالوضع على الترك، ويعبر عنه بصيغه لا تفعل، لان كنا احنا بنتكلم في اقسام الكلام. فالتقسيم لها مشايخ للكلام، ولا بد ان يكون المقسم ظاهرا في كل قسم من الاقسام. لما اجي اقول الانسان او الحيوان، إما إنسان وإما كلب وإما قطة. ده الحيوان كده ولا الحيوان عندك حاجة تانية في ماليزيا؟ يبقى أن حيوان إما إنسان وإما كلب وإما فرس. من المقسم الذي وقع عليه التقسيم؟ حيوان. وما هي الأقسام؟ أفراد الإنسان وأفراد الكلب وأفراد الحصان. هذه الأفراد ينبغي أن يكون المقسم موجود في كل فرد من الأفراد. فالإنسان حيوان ناطق، وجدت الحيوانية معه، لأن المقسم لا بد أن يظهر في كل فرد من أفراد التقسيم، في كل من أفراد التقسيم. طب والحصان؟ حيوان صالح. شفت بقى الكل نزلوا بقى في هذه الأجزاء الأفراد. طب والكلب حيوان؟ حيوان ماله؟ ينبح. خاصيته كده ينبح، يعني هوا كده.
ولا عندكم الهواوة خلاف الهواوة عندنا؟ تختلف باختلاف البلدان والأشخاص والأحوال. طيب، وخلي بالك ده الكلب ده عقوبة عند وفاء مش موجود عند الإنسان. حتى كان الإمام الشاطبي صاحب الحرز الأماني يقول: وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. يا لا 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 لا، ده بيقولوا خليك زي الكلب. إذا أنت بتشتمني لا يا ريت يا بص، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. يرموه ويرجع له، يرموه ويرجع له، ده أنت وافي وجميل. عارف الإنسان ما فيهوش الوفاء ده. ولذلك ألف ابن البرزباني فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. شفت بقى مولانا، الإنسان من دول تفضل تعلمه، وبعد ما تعلمه أشعر بنفسه حس إنه علامة ولا يرمى عليك السلام. طب إيه الندالة دي؟ إيه عدم الوفاء ده؟ إيه القصة دي؟ جايبنا من ده الكلب أحسن منه، من من يفعل هذا يعني؟ هذا ليس خطابا لمن أمام، هذا خطاب لبعض من يفعل هذا، وليس منكم الحمد لله من يفعل هذا. طب نرجع للكتاب. نحو يبقى لابد وان يكون الكلام موجود في كل الافراد، لاننا بنقسم الكلام الى امر ونهي واستخبار وخبر. يبقى كل فرد من هذه الافراد كلام، الامر كلام، والنهي كلام، والخبر كلام، والاستخبار كلام. مين اللي قال لك كده؟ اللي قال لي كده انه مقسم الكلام، وان المقسم لابد ان يكون مشخصا في كل فرد من الافراد. لا تعصي. يا سلام، شوف الادب يا ربيع. كتب دي خلي بالك اللي كتبها من الاولياء وبيربوا وبيعلموا، بس انا مش علم بس، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني هو ماشي كده بيربي ويعلم. لا تعصي. ما هو كان ممكن يقول لك لا تاكل، لا تشرب، لا تمشي، لا تذهب. القضيه كلها انها فيها جزء من التربويه، ولكن داخل اختيار الامثله. لا تعصي. وخبر، خبر ما هو خبر كلام، يبقى كلام يدخله الصدق والكذب لباته، كلام برضه. نحو الله ولينا، الله، شفت بقى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قالش إلى الأنوار، لأن النور واحد وهو نور الله. طيب، الله ولينا، لا ولي لنا سواه. واستخبار، الألف والسين والتاء تدخل للطلب غالبا، أي طلب الخبر. وإيه بقى هو طلب الخبر؟ قالوا هو الاستفهام. نعم، هل استقمت؟ فيقال هل استقمت؟ فيسأله هل حصل لك القيام بأمر الله والاستقامة على شرع الله أو لم يحصل لك هذا؟ فهو بيطلب منه النسبة الخارجية. فإذا كانت النسبة الخارجية موجودة وهو أنه استقام على أمر الله واتقى الله سبحانه وتعالى وفعل الأوامر وترك النواهي، يقول نعم، وإلا فيقول لا. طب إيه هو بقى الاستفهام؟ في حاشية لطيفة أوي تحت ننصحكم بقراءتها لأنها لطيفة يعني، وهو نقلها من الإمام ابن قاسم العبادي صاحب الشرح الكبير على الورقات، على المحل على الورقات. قال: الاستفهام هو طلب العلم
بشيء لم يكن معلوما من قبل. هل استقمت؟ يعني السائل لا يدري ولا يعرف أن هذا الشخص هل ثبتت له الاستقامة أو لم تثبت له الاستقامة، فهو يطلب العلم بحصول الاستقامة أو بعدم حصولها. والاستقامة لم تكن حاصلة في ذهنه، وقيل هو الكلام الدال على طلب حصول صورة الشيء في الذهن من حيث هي حصوله فيها. خرج بقيد الحيثية نحو علمني وفهمني، فإن المقصود حصول التعليم والتفهيم في الخالق. ده هنا بيقول لك إني الاستفهام كلام استقل دل على طلب. طلب إيه؟ طلب حصول صورة الشيء في الذهن من حيث ذاتها لا من حيثية شيء آخر. فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق. يعني إذا كانت نسبة خارجية وقعت أو لم تقع يبقى ده تصديق، وإن كانت يعني نسبة ولا علاقة لنا بوقوعها أو عدم وقوعها يبقى ده إيه؟ ده التصور. وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام. وبعد كده قالوا ألفاظ الاستفهام هي الهمزة وهل وما ومن ومتى وإيان وكيف وأين وأن وكم وأي. ممكن في حاجة تحت. قال وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أشياء. خلي بالك عشان حاجة دي حلوة. ما يطلب به التصور طار. تقول ما الحيوان؟ ما الإنسان؟ أنا ما أعرفش ميته، فأسأله عن حصول ماهية الإنسان، فأسأله من أجل حصول ماهية الإنسان في ذهني، بغض النظر عن ثبوت يعني حكم له أو عدم ثبوت حكم له، وإنما أنا أريد أن أحصل صورة الإنسان في ذهني، جنسه وفصله. والتصديق تارة وأحيانا يطلب التصديق. هل صليت الفجر في وقته أم لا؟ تقول له إيه؟ إذا كنت صليت الفجر في وقته قلت نعم، وإن لم تصلي الفجر في وقته قلت لا. فالمطلوب حينئذ هو التصديق، الحكم، حصول النسبة الخارجية أو عدم حصولها. ويستفهم عن هذا بالهمزة، أصليت الفجر أم لا؟ ما يطلب به التصديق فقط، وهو يؤتى له بكلمة لا. هل صليت؟ يبقى ما دام هل صليت يبقى عايز ايه؟ عايز تصديق. طب لو همزه يبقى تصديق او تصور. فايه بالظبط؟ تصور يعني طلب حصول صوره الشيء في ذهن فقط ماهيته. زي بالهمزه، انت عايز مثال الهمزه يعني بيطلب به التصور طارة والتصديق تارة أخرى وهو الهمزة. يعني الهمزة تستعمل لهذا وهذا. الإنسان استفهم. يعني قول لي بقى ماهية الإنسان إيه؟ الإنسان إيه؟ بيسأل عن ماهية الإنسان. ما يطلب به التصور
وهو باقي الأدوات. طيب نرجع بقى لفوق، قال نحو هل استقمت؟ فيقال نعم، أو يقال في حالة عدم الاستقامة لا. وينقسم الكلام أيضا إلى تمن، وهو طلب، والتمني طلب ولا كلام يدل على الطلب؟ كلام يدل على الطلب، لأننا نتكلم عن أقسام. أقسام إيه؟ أقسام الكلام. قال كلام يدل على طلب ما لا طمع فيه لكونه محالا، لا طمع في حصوله يعني. ليه؟ قال لأنه محال، إما أن يكون محال عادة وإما أن يكون محال إيه؟ معال عقلا. أو هو طلب، طلب ولكن فيه عسر، طلب ما فيه مشايخ عسر. نحو ليت الشباب يعود يوما، ده كلمة يعني بيت الأبي العتاهية، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت الشباب يعود يوما، هو يريد هنا أن يطلب عود الشباب. طب عود الشباب اللي هو إيه؟ طيب قال عود الشباب إما أن يكون محال عقلا وإما أن يكون محال إيه؟ محال عادة. فيكون محال عقلي إن أريد عودة الشباب مع بقاء المشيب. ما هو الشباب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن قوة يكون فيها الحيوان يعني بمقدرة معينة، يعني يكون فيها قادر ليس عاجزا. طب والمشيب؟ المشيب ده عكس ضعف، والشباب قوة. فهو عايز يرجع يطلب وهو ما زال في الشيخوخة وهي مرحلة الضعف، يريد أن يعود إلى القوة. يجتمع القوة والضعف في آن واحد، يبقى ده إيه؟ اجتماع ضدين، يبقى محال عقل. وإلا يعني أنا مش هرجع للشباب بمعنى القوة الحيوية، عودي للشباب بمعنى إني شعري يبيض، يبقى اسود، يتحول، واخد بالك، وابقى قوي زي ما كنت قوي زمان، وابقى يعني اقدر اجري واقدر امشي واقدر اطلع السلالم واقدر 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 واقدر. هل هو بالطريقه دي ايه؟ محال عادي. طب انا هو في الخمس في مثلا 47، انا نفسي ارجع للعشرينات، مش لسنه 90، لا، لما كنت عليه من قوة وفتوة في العشرينات، واخد بالك، يرجع شعري أبيض أسود زي ما كان بدون مسبوق، وأقدر إني أنا أقوم بمهام كنت أقوم بها من 20 عام، وأقدر ألعب كورة وأقدر أجري، واخد بالك، وده محال عادي. لكنه مش عقلا، هو ممكن عقلا لأنه لا يترتب عليه، واخد بالك، محال لا يترتب عليه لا اجتماع ضدين ولا اجتماع نقيضين، لكنه مستبعد غاية الاستبعاد، وما شفنوش، لم نره قد حصل لأحد. هل انت حضرتك إذا شفت واحد كان شعره أبيض وهو في الستينات في السبعينات رجع وبقى شعره أسود زي ما كان في العشرينات؟ شفناش. ومن خلال قراءتنا لم يحدثنا أحد ولم يخبرنا أحد عن هذا. أنت شفت واحد بعد ما وصل الستينات وصارت له قوة يعني
بمقدار أهل جيلي، أصبح في قوة العشرينات. شفت عندكم الكلام ده ولا عندنا؟ يبقى عود الشباب إما أن يكون محالا عقليا وإما أن يكون محالا عاديا. قال إنه مستحيل أن يكون قويا وضعيفا في وقت واحد. هو أمر ممكن إلا أنه مستبعد غاية الاستبعاد. لم يتوقف على يعني العادة تحيل العادة والاستقراء لم تثبت هذا لأحد، لكنه قد يحصل بقدر الله وبقهره سبحانه وتعالى. قال ليت الشباب يعود يوما. وقول ويعني قول يعني وككلام منقطع الرجاء، يعني شخص مستبعد او مستبعد ان يحصل له هذا. مثلنا كده ليت لي مليون دولار فاتفرغ لطلب العلم. لا صعب، حد عنده مليون دولار زيادة عن حاجته يا أولاد ولا لا؟ قال وقول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج منه. وقول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج منه، يعني إيه؟ يعني رجل مستبعد جدا، ما عندوش لا مال ولا عنده مكافأة ياخدها نهاية خدمة، وليس عنده يعني قطعة أرض ولا شقة يستطيع أن هو يبيعها فيحج منها. أبيض كما يقول المصريون على البلاطة، ليس عنده إلا قوت يومه. فإذا قال ليت لي مالا فأحج منه، هل حصول المال لمثل هذا محال؟ لا، ده ممكن لكن مش محال، لكن بعيد جدا. ليت لي مالا فأحج منه. طب هو هنا ما ذكرش الترجي ليه؟ قالوا لأن ماهية الترجي وماهية التمني واحدة، إلا أن التمني يستعمل في الممكن والمستحيل، وأما الترجي إنما يستعمل في الممكن فقط. قال وعرض بسكون الراء، عرض مش عرض، عرض حاجة تانية، أما هنا ده عرض. وهو الطلب بلين، يعني أن يطلب الشيء برفق، يترفق في الطلب. ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، بيترفق معاه. طب ما تيجي عندنا كده يمكن تلاقي مثلا بيتزا، يمكن تلاقي مثلا سمك طعمية. صدق انت من جوه كده فيك حاجة، يعني سايب اكل الدنيا كل واقف عليها يعني، والله حرام عليك. هو ده طلب برفق؟ ده طلب بذل. بيقول والله الا تنزل عندنا فتصيب اكل الطعمية. ما هو برضك الطعمية خير، واخد بالك؟ وفي احيان اكلة الطعمية تفوق غيرها من اللحوم والمشاوي، وإذا كانت من يد رجل صالح. عارف أكلة الصالحين دي شفاء يا مولانا، والدنيا يكون من يد رجل طالح. لا خدها من المنورين وأصحاب الحال يبحثون عن الصلاح، يبحثون عن الأنوار، واخد بالك يا مولانا؟ لأنهم يبحثون عن البركة، يبحثون عن الكيف لا الكم يا موسى، خد بالك. فالمسألة يعني ايه؟ لكن أخونا ده برضه بيحب يمزحني في الدرس يعني. طيب ماشي. قال ألا تنزل عندنا، ده بيترفق بيه، خد بالك، لكن ما قلتلوش انزل عندنا. انزل ده انت بقى مباشر كده.
فتصيب خيرا، فتصيب خيرا. وقسم، القسم عبارة عن كلام دال بالوضع أو كلام دال على اليمين. القسم عبارة عن دال، كلام دال على اليمين. والله لأغزون قريشا، كله من السنة. والله لأغزون قريشا، والله لأدرسن بالرواق الجاوي ما دمت حيا. آمين. عشان بحبكم، بس انتوا برضه كاتبين الجنسية الماليزية وهتلاقيني معاك كده وهناك. نحن والله لأغزون قريشا. يبقى ده ايه؟ ده يمين. يعني ايه يمين يا مولانا؟ يعني في حث على فعل الشيء، يعني في حث على ترك الشيء. ما هو اليمين معناه ايه؟ معناه كلام في حث على الفعل او فيه منع من الترك، هو ده اليمين. والله لآكلن، يعني كلام اشتمل على صيغه فيها حض وحمل على الفعل. والله لآكلن، كلام اشتمل على يعني منع من الفعل وحجم نفس عن الإقبال عليه، وهو ده اليمين. واليمين ده كلام ولا مش كلام؟ كلام، وله أدواته الخاصة به، الواو والباء والتاء إذا دخلت على اسم الله. تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. واعلم، كلمة اعلم يؤتى بها للاهتمام، يعني أن ما بعدها واقع في محل الأهمية. قال: واعلم أن للناس، أي للعلماء في هذا الفن، في التقسيم طرقا، منها أن الكلام إما أن يفيد بالوضع طلبا أو لا، يعني إما أن يكون موضوعا للطلب، كلام موضوع لطلب شيء، وإما أن يكون كلاما ليس في وضع اللغة مفيدا للطلب. يبقى الكلام إما أن يكون موضوعا للطلب وإما أن لا يكون موضوعا للطلب. قال: والذي يفيده بالوضع، والذي يفيده بالوضع، والباء هنا للسببية، يعني الذي يفيده بسبب الوضع، يعني الإفادة مسببة عن الوضع، إما أن يكون المطلوب به الفعل. الكلام قد يكون المطلوب منه الفعل، وقد يكون المطلوب منه الطرق، وقد يكون المطلوب منه الإعلام اللي هو الاستفادة. قال: أو الترك أو الإعلام. والأول الأمر، يبقى الأمر عبارة عن يا مشايخ كلام دال بالوضع على طلب حصول فعل. طيب، والنهي والترك اللي هو النهي، كلام دال بالوضع على ترك فعل، صح كده؟ طب والإعلام، كلام دال بالوضع على طلب حصول صورة شيء في الذهن اللي هو الاستفهام. والأول الأمر، والثاني النهي، والثالث الاستفهام. فالأمر راجع للفعل، والنهي راجع للترك، والإعلام راجع للاستفهام. والذي لا يفيده بالوضع، يعني والكلام الذي لا يفيده، أي لا يفيد الطلب بالوضع، أي بسبب الوضع،
لأن الطلب قد يكون مستفاد بسبب وضع اللغة، وقد يكون مستفادا من اللوازم وليس مستفادا من الواضع. يعني الواضع لم يضع هذه الكلمة لطلب شيء، وإنما الطلب استفيد من اللوازم ولم يستفد من الوضع. ألي نضرب أمثلة، سنضرب أمثلة لذلك. والذي لا يفيده بالوضع مما، يعني من ما، يعني من شيء لا يحتمل منه الصدق والكذب فيما دل عليه تنبيه وإنشاء. يبقى التنبيه والإنشاء عبارة عن إيه؟ كلام لا يحتمل الصدق والكذب ولا يفيد طلبا بالوضع. نقولها تاني، يبقى بيسموه ايه؟ ده التقسيم الاولاني، بيسميه تنبيه وانشاء. واقول لكم لماذا سماه تنبيها وانشاء، لكن لابد ان نضبط اولا التعريف. قال والذي لا يفيده، يعني لا يفيد الطلب، يعني والكلام الذي لا يفيد هو الطلب، لا يفيد الكلام الطلب بالوضع. يبقى الضمير المرفوع يعود إلى الكلام اللي هو محل القسمة، والكلام الذي لا يفيده، لا يفيده الضمير المنصوب عائد لإيه؟ عائد للطلب. يعني لا يفيد الكلام الطلب بالوضع. مما، يعني من شيء لا يحتمل الصدق والكذب، وسنعرف الصدق والكذب إن شاء الله، ونقول بأن الصدق مطابقة الحكم المفهوم من اللفظ للنسبة الخارجية الحاصلة بين مدلولي الطرفين. هنشرح الكلام ده إن شاء الله. يبقى التنبيه والإنشاء هو كل كلام لا يفيد طلبا بالوضع ولا يحتمل صدقا ولا كذبا، ويسمى تنبيها وإنشاء. سمي بهذين الاسمين، يعني يسمى بهذين الاسمين، بمجموع هذين الاسمين، وهو التنبيه والإنشاء، لأنك نبهت به يعني بالكلام غيرك على مرادك ومقصودك. وسمي إنشاء لأنك ابتكرته ولم يكن له صورة خارجية قبل النطق به. سواء لم يفد طلبا مطلقا، لا باللوازم ولا بغير اللوازم، نحو غفر الله لي ولا يعذبني الله، أو أفاد طلبا باللازم، يعني هاتان الجملتان لم تفد طلبا. طيب، لأن هم مش موضوعين بوضع اللغة للطلب، يبقى لم يفد طلبا، يعني لم يفد طلبا بالوضع، يعني هاتان الجملتان ليستا موضوعتين للطلب، لأن هم مش بصيغة الطلب، مش اغفر لي لا تعذبني، وإنما أتت على صيغة وعلى صورة الخبرية، غفر الله لي ولا يعذبني الله. يبقى ده تنبيه إيه؟ وإنشاء، وليس فيه طلب بالوضع، لأن اللي فيه طلب بالوضع بيبقى إيه؟ إحنا قلنا أنه إما أن يكون فعل أمر، أو يكون فعل مضارع مقرون بلا، أو يكون مصدر دخلت عليه الفاء، أو إلى آخره، أو أفاد طلبا باللازم، يعني بالوضع
ليس موضوعا للطلب، وإنما فهم الطلب من القرائن الخارجية المتعلقة بالكلام. قال: كالتمني والترجي. التمني يشتمل على إيه؟ على طلب. عندما يقول ليت الشباب يعود يوما، ما هو معنى ليت الشباب؟ يتحسر ويتلهف على فوات الشباب، والتحسر والتلهف على فوات الشباب يفيدان طلب الشباب، طلب عود الشباب. طب انت تتلهف ليه؟ انت تتحسر لماذا على الماضي؟ ما دمت تتحسر على ما فات تريد ان تحصله وتريد طلبه. اما الترجي، الترجي اختلفوا فيه، مشى في المطول على انه لا طلب فيه مطلقا، على انه لا طلب فيه، وانما هو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله. مثل ايه؟ ليت لي مالا، قول منقطع الرجاء، ما عندوش ما يعني ما يتمكن به من الذهاب الى بيت الله الحرام، فقال ليت لي مالا فاحج منه. يبقى ده عباره عن ايه؟ ارتقاب. ارتقاب يعني ايه؟ يعني انتظار حصول شيء لا يعني وثوق بحصوله، ما عندكش يعني ما تنتظره حتى ياتيك المال من اجل ان تذهب، يعني ما عندكش مثلا شقه تبيعها، ما عندكش مثلا عمل تحصل منه المال، انت ماشي على قدك، المعاش بيجي 1000 جنيه بتصرف 1500. طب امال ال 500 دي طالعه منين؟ طالعه بقى من عند الله. ده بقى يبقى عنده مال يحج به، والحج في هذه الايام بلغ حوالي 100,000 جنيه. فعندما يقول ليت لي مالا فاحج منه، يبقى انه يرتقب وينتظر حصول شيء مستبعد جدا، لا وثوق بحصوله، ما عنده ثقة ولا ظن ولا وهم حتى أنه يحصل. تقول: يا سلام، ليت لي مالا فأشتري منه سيارة هامر. عرفت سيارة هامر؟ يبقى مشى في المطول على أنه لا طلب فيه، وإنما هو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله. وأما التمني فهو تلهف وتحصر على فوات شيء، وذلك يستلزم كونه مطلوبا لو امكن. يا لو كان ممكن، انا عايز الشباب وعايز القوه الحيويه التي انا اتمنى ان اعود الى الشباب مره ثانيه. هتعمل ايه؟ هقعد اقرا 24 ساعه، 24 ساعه، والباقي ابقى اكل وانام فيه، ومش هيبقى حاجه. قال: كالتمني والترجي، وهو طلب الممكن. اتكلم على الاثنين، لان احنا قلنا ان التمني والترجي ماهيتهما واحده، الا ان التمني يستعمل في الممكن وفي المحال، واما الترجي فانه يستعمل في الممكن المستبعد الحصول، لكن ما هي واحده. هو ايه؟ ارتقاب شيء يا سيدي، ربنا ان شاء الله كبير، وهو طلب الشيء الممكن، نحو: لعل الله يعفو عني. طب يعني عفو الله عن العبد المذنب ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لان القدره لديها طلاقه، الله على كل شيء قدير، وده ممكن، والقدره لا تتعلق الا بالممكن. لعل الله يعفو عني. والعرض والتحضيض. العرض بسكون الله، بسكون الراء عرض، وهو كلام مصدر بألا، دال بالوضع على طلب برفق ولي. كلام مصدر بألا، دال بالوضع على طلب برفق ولين. والتحضير، وهو كلام مصدر بهلا،
لا هلا هلا ايه هلا 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 بيكم بي هلا دال على طلب بحث وازعاج قم ازعجوا يظهر ذلك في نبره الصوت يظهر ذلك في القرائن المحيطه بحث وازعاج وكل منهما طلب امر محبوب لكن احدهما برفق ولين والثاني بحث وازعاج ويختلفان باختلاف الاداء قال نحو لو تامر فتطاع لو تامر فتطاع او حثه تامر بس وانت هتلاقي واحد اسرع من البط في الاستجابه لو تامر فتطاع ومحتملهما من حيث هو الخبر يعني ايه من حيث هو يعني بمجرد النظر الى مفهومه اي بمجرد ان يلاحظ نسبه شيء الى شيء اخر مع قطع النظر عن اللافظ والقرائن الحاليه والمقاليه بل وعن خصوصيه الخبر يبقى من حيث هو كلام واقطع النظر عن كل ما عدا هذه الحيثية وهي حيثية الكلام فإذا نظرنا إليه من حيث هو كلام فإنه يحتمل لذاتية الكلام الصدق والكذب لكن الكلام قد لا يحتمل إلا الصدق وقد لا يحتمل إلا الكذب ولكن ليس بالنظر إلى ذاته وإنما بالنظر إلى القائل أو إلى القول أو للأمور الخارجية وسيأتي الكلام إن شاء الله في كتاب الأخبار عن تعريف الخبر ومكوناته إلى آخره قال ومحتملهما يعني والكلام الذي يحتمل الصدق والكذب من حيث هو أي من حيث هو كلام بغض النظر عن القائل والمقول والقرائن الخارجية هو الخبر وقد يقطع بصدقه كخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ فيه عن الله سبحانه وتعالى والأمور الخارجية أو كذبه أو قد يقطع بكذبه كأخبار مسيلمة الكذاب والأخبار التي تنافي العقل كالواحد نصف الخمسة ده مقطوع يعني كذبها للضرورة والأرض فوقنا والسماء تحتنا هذه أخبار مقطوع بكذبها بالضرورة بالبداهة مش محتاج بقى دليل من الكتاب والسنة لأمور خارجة عنها أي عن ذات الأخبار ومنها أي من ضمن هذه التقاسيم للكلام الإنشاء لفظ ما يحصل مدلوله في الخارج به يعني يحصل مدلوله احنا قلنا ما واقع على لفظ لان احنا بنقسم ليه مشايخ بنقسم الكلام ما يعني لفظ يحصل مدلوله اي مدلول اللفظ مدلوله يعني معناه مضمون في الخارج به اي باللفظ يعني لا يحصل المضمون ولا يحصل المعنى في الخارج الا باللفظ طب ما تلفظتش مش هحصل مدلول اسقني لو لم تتلفظ بهذه الكلمة لما حصل هذا المدلول وهو طلب الماء قال وقم فإن مدلوله لا قم إذا احنا لسه نحو أنت طالق لو لم يقل الرجل لزوجته أنت طالق لما حصلت فصل العلاقة الزوجية حل قيد الزوجين
فلم يعلم حل قيد الزوجية إلا بلفظ. يبقى يتوقف المدلول على لفظ يحصل من لافظه. وقم فإن مدلوله أي مدلول الأول وهو أنت طالق هو إلقاء الطلاق اللي هو إنهاء العلاقة الزوجية. وطلب القيام بقوله قم يحصل به، يعني طلب القيام يحصل به الكلام ولا يحصل بغير الكلام، لا بغيره. فالإنشاء يعني فهذا الذي يحصل مدلوله في الخارج به يسمى إنشاء. إنشاء ليه؟ لأنك ابتكرته واخترعته من غير أن يكون له مثال في الواقع. فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه، أي من الإنشاء بالمعنى الأول. الإنشاء بالمعنى ده هيبقى أعم من الإنشاء بالمعنى الأول، لأن الإنشاء بالمعنى الأول بيقول إيه؟ هو كلام لا يفيد طلبا بالوضع مما يحتمل الصدق والكذب. بيقول له بالكلام بالطريقة دي بالمعنى الثاني هيبقى أوسع وأعم أفرادا منه بالمعنى الأول، لأنه هو هيدخل في بقى ما كان موضوعا للطلب وما كان يعني مفهوم الطلب منه باللوازم وهكذا. والخبر ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره، يعني بغير لفظه، يعني القيام أنا جلست على الكرسي ثم بعد ذلك قمت ولم أتفوه إلا بعد فترة. طب لو أنا ما تفوهتش القيام حصل ولا ما حصلش؟ حصل القيام، فيحصل مضمونه بغير لفظه. أما لما يقول أنت طالق، أنت طالق ذات اللي حل العصمة الزوجية لا يحصل إلا بهذا اللفظ. طب قيامي أنا أكلي شربي يحصل بغير لفظ، فإن مدلوله يحصل في الخارج بغيره أي بغير لفظه. ومنها أن الكلام أي ومن الأقسام دي، هذا هو التقسيم الثالث، أن الكلام إما خبر أو إنشاء. الكلام يا خبر يا إنشاء، لأنه إن احتمل الصدق، الصدق هو عبارة عن مطابقة الحكم المفهوم من اللفظ للنسبة الخارجية. أنا عندي نسبة كلامية ونسبة خارجية. النسبة الكلامية كمحمد رسول الله، النسبة الكلامية هي إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالنسبة الكلامية. النسبة الخارجية اللي هو حصول الطرفين لهذه الذات المشرفة. النسبة الكلامية المستفادة من اللفظ مطابقة للنسبة الخارجية اللي هي إيه؟ اللي هي وقوع الرسالة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب مسيلمة رسول الله، ثبوت الرسالة لمسيلمة، دي نسبة كلامية. طب والنسبة الخارجية؟ ده كذب، لأن النسبة الكلامية خالفت النسبة الخارجية، لأن النسبة الخارجية أن الرسالة في الواقع ونفس الأمر ليست ثابتة لذلك الكذاب المدعي. فالأولى وهي ثبوت الرسالة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، وثبوت الرسالة لمسيلمة كذب لاختلاف النسبة الكلامية في الثاني ومطابقتها في الأول. وعندي كمان في حاجة اسمها نسبة ذهنية وفي كلام تاني، لكن احنا عايزين ايه؟ عايزين النسبة الكلامية وعايزين النسبة الخارجية. إذا حصل بينهما مطابقة يبقى صدق، حصل بينهما عدم مطابقة يبقى كذب.
قال أن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه لأن الكلام يعني إن احتمل الصدق والكذب أي لذاته بغض النظر عن غيره فهو الخبر، وإلا يعني وإن لم يحتمل الصدق والكذب فهو الإنشاء، وهو ما جرى عليه البيانيون أنهم يقسمون الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، ومنها أنه إما خبر أو طلب، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا، والطلب إما أن يكون طلبا بالوضع وإما أن يكون طلبا باللازم. قال بعد ذلك ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، يعني ينقسم المجاز بالمعنى الكلام، ينقسم الكلام بالمعنى اللغوي وهو كل ما يتكلم به سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. ومن وجه آخر ينقسم أي كل أي الكلام أي ما يتكلم به، لأن هنا قال والكلام ينقسم إلى أمر، يبقى ده تقسيم الكلام باعتبار المعنى، والآخر تقسيم للكلام باعتبار اللفظ. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وليس هذا على سبيل الحصر، يعني الكلام ليس محصورا بين الحقيقة والمجاز، بل عندي كلام لا هو حقيقة ولا هو مجاز، وهو الكلام قبل الاستعمال لا يوصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز. يبقى هنا ليس المراد هو حصر الكلام بين الحقيقة وبين المجاز، وليس المراد انحصار الكلمة في الحقيقة والمجاز، بل المراد أنهما من أقسام الكلام، لأن اللفظ قبل استعماله لا يوصف بواحد منهما. قال فالحقيقة، والفاء هنا فاء فصيحة، يعني إذا أردت أن تعرف ماهية كل واحد من أفراد القسمين السابقين فأقول لك الحقيقة كذا وكذا والمجاز كذا وكذا. فالحقيقة لغة فعيلة، فالحقيقة لغة معناها الفعيلة، لا ده وزنها الفعيلة، يبقى فعيلة دي جملة اعتراضية. فعيلة يعني على وزن فعيلة، والفعيل إما أن يأتي بمعنى الفاعل وإما أن يأتي بمعنى المفعول، زي قتيل يعني قاتل ومقتول، وهنا أتت إما بمعنى الثابتة وإما بمعنى المثبتة. قال فالحقيقة فعيلة من الحق، يعني مأخوذة من الحق، مشتقة من الحق، يعني من مصدر، من هذا المصدر. هي فعيلة وزنها فعيلة، هي مبتدأ وخبر بس جملة اعتراضية. فالحقيقة من الحق، فالحقيقة لغة من الحق، يعني هي في اللغة مأخوذة من الحق، ولكن فعيلة ده وزنها، الحقيقة وزنها فعيلة، وفعيلة تأتي بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول، من الحق. طيب من الحق يعني من حق الشيء يحق حقا إذا ثبت، وهي بمعنى الثابت، يعني فعيلة بمعنى الثابت إن كانت من اسم الفاعل، أو من المثبت إن كانت من اسم المفعول، بمعنى الثابت إن كان بمعنى الفاعل، يبقى ثابتة في نفسها، وبمعنى المثبت يعني بمعنى إن الحقيقة يعني مثبتة وقع عليها الثبوت، ولكن هذه حصل منها الثبوت بمعنى اسم الفاعل، يعني إن كان بمعنى اسم المفعول
هتبقى مثبته. طيب من حققت الشيء اذا اثبته. ثم نقل الى الكلمه الثابته او المثبته في مكانها الاصلي. هي اصلها من حق الشيء بمعنى الاثبته. ثم بعد ذلك نقلت الحقيقه الى الكلمه الثابته او الكلمه المثبته. وعليه يعني على كونها بمعنى اسم المفعول او بمعنى اسم الفاعل. فالتاء لنقل اللفظ من الوصفيه الى الاسميه. يعني هي حقيقه. طب والتاء دي وضعها ايه؟ قال التاء دي قبل دخولها ده كانت وصف، ثم بعد دخولها نقلت الكلمه من الوصفيه الى العالميه. وعليه فالتاء لنقل اللفظ من الوصفيه الى العالميه. يعني ايه الكلام ده؟ معنى كون التاء للنقل من الوصفيه الى الاسميه ان اللفظ صار علما بالغلبه. اللفظ اللي هو حقيقه صارت علما بغلبه الاستعمال على الكلمه الثابته او المثبته. قال علما بالغلبه بعدما كان وصفا. يعني هي كانت في الاول وصف، ثم كثره الاستعمال حولتها الى كونها علما بالغلبه. قال بعدما كان وصفا صار علما بغلبه الاستعمال بعد ان كان وصفا. فكان اسميته فرعا عن وصفيته. يعني ايه؟ يعني الاسميه ديت فرع عن الوصفيه، فمتحقق فيه الوصفيه والاسميه. قال كان بعدما كان وصفا كانت اسميته فرعا عن وصفيته. فتجعل التاء في علامة للفرعية كما جعل. فتجعل التاء للإيه؟ دي للفرعية. فرعية إيه؟ فرعية الإسمية عن أصلية الوصفية. ما هي أصلها وصف، ثم بعد ذلك صارت علما بالغلب. فجعلت التاء علامة للفرعية بعد أن كانت وصفا، كما الوضع في علامة. ما هي علامة إيه؟ علامة أيضا التاء هنا نقلت من الوصفية إلى الإسمية، صارت علما على كثير العلم، وقبل ذلك كانت وصف. والتاء هنا نقلت الكلمة من الوصفية إلى العالمية، بمعنى إن الوصفية كانت أصلا والعالمية كانت إيه؟ كانت فرعا. أصله هو الفرع لا يتحقق إلا بعد تحقق الأصل، فهو عايز يجمع لها الاثنين، عايز يجمع لها الإسمية ومش عايز يقطع النظر عن الوصفية. الوصفية اللي هي إيه؟ اللي هي الثبوت، إما الثابتة وإما المثبتة. نقولها تاني. طيب معنى كون التاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية أن اللفظ صار علما بالغلبة، صار علما بغلبة الاستعمال بعدما كان وصفا. العلم الذي صار غلبة علما، الكلمة التي صارت علما بغلبة الاستعمال
مالها بقى ديت؟ كانت اسميتها فرعا لوصفيتها. الاسمية دي فرع والوصفية دي اصل. فرعينا فيها الوصفية ورعينا فيها الاسمية، رعينا فيها الفرعية ورعينا فيها الاصلية. فتجعل التاء كما جعلت في علامة. علامة التاء هنا لنقل الاسم من الوصفية الى الفعلية. وان الوصفية كانت اصلا والاسمية صارت ايه؟ صارت فرعا. وان يعني الشيء لا يصير فرعا الا بعد ان يتحقق فيه معنى الاصل. طيب قال بعد ذلك وبمعنى المثبت ان كان بمعنى المفعول عليه فالتاء لنقل اللفظ من الوصفيه الى الاسميه. خلصنا منها. طيب قال واصطلاحا ما اي لفظ بقي يعني استمر في الاستعمال. الاستعمال اطلاق اللفظ على المعنى واراده فهمه منه على موضوعه. الضمير يعود الى اللفظ يعني موضوع اللفظ. والوضع ما قال لك وضع بقى وضع يعني جعل اللفظ دليلا على معنى علامه على المعنى. فخرج اللفظ الذي نقل عن موضوعه اللغوي الى معنى اخر ليس بحقيقه. يبقى احنا بنتكلم عن تعريف الايه؟ الحقيقه. لفظ بقي في الاستعمال على موضوعه اي موضوعه الحقيقي. فخرج اللفظ الذي نقل من معناه الحقيقي الى معنى اخر ليس هو حقيقي فيه. فيبقى ده ايه؟ ده يبقى مجاز، والمجاز خرج من هذا التعريف. فخرج اللفظ الذي نقل عن موضوعه اللغوي الى معنى اخر فليس بحقيقة بل هو مجاز لغوي. سواء أكان الناقل الشارع، يبقى استعمال الشارع لكلمة الصلاة في الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا الاستعمال يبقى إيه؟ يبقى مجاز لغوي. عند من أنكر ثبوت الحقائق. أما أهل الشرع سواء أكان الناقل الشارع أم أهل العرف العام أم الخاص. العرف العام هو اللفظ الذي لم يتعين ناقله، والخاص هو الذي تعين ناقله. يعني الصلاة دي عرف خاص لأن الناقل متعين وهو الشارع. وأما الدابة فعرفية بالعرف العام لأننا لا نعلم من الذي ناقلها من كل ما يدب على الأرض إلى ذواته الأربع. ما نعرفش من هو بالضبط، ما نعرفش. طيب قال سواء أكان الناقل الشارع أم أهل العرف العام أم الخاص. وهذا يعني وهذا الكلام الذي يجعل فيه المجاز اللغوي سواء كان الناقل الشارع أو العرف العام أو إلى آخره ينبني على إمكان الحقيقة الشرعية والعرفية. يعني وهذا بناء أي ينبني على إنكار الحقيقة الشرعية يعني الذي واضعها الشرع، والعرفية الذي واضعها أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص. لأن يجينا إن شاء الله بجمع الجوامع نزاع في ثبوت الحقائق غير الحقيقة اللغوية. وقيل هو تعريف آخر للحقيقة. ما أي لفظ. ليه؟ لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. لفظ استعمل يعني أطلق وأريد منه فهم المعنى. مش احنا قلنا ده الايه؟ الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة الايه مولانا إرادة المعنى. وقيل ما أي لفظ استعمل في ما
يعني في معنى ما هنا تعود إلى المعنى، استعمل في معنى اللفظ يستعمل في المعنى، يعني يطلق ويراد منه المعنى. في معنى اصطلح، الاصطلاح بمعنى الاتفاق عليه، أي على أن هذا المعنى لذلك اللفظ من المخاطبة بكسر الطاء، أي اصطلاحا صادرا من الجماعة المخاطبة. كذلك الله بأن عينه الجماعة المخاطبة لمعنى معين، كتعيينهم مثلا النحو للعلم الفلاني والفقه للعلم العلاني وهكذا، وإن لم يبق على موضوعه اللغوي أيضا يكون من قبيل الحقيقة، وهذا التعريف يشمل الحقائق المتعددة عند مثبتها، يشمل الشرعية والعرفية وهكذا. قال وإن لم يبقى، أي وإن لم يبقى اللفظ في الاستعمال على موضوعه، أي على موضوع اللفظ اللغوي كالصلاة، أي كلفظ الصلاة، إذا استعملت في الهيئة المخصوصة وهي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية، فإنه يعني فإن لفظ الصلاة لم يبقى، أي لم يبقى في الاستعمال على موضوعه، أي على موضوع اللفظ اللغوي وهو الدعاء بخير، لأن الصلاة في وضع اللغة الدعاء بخير، وقيل الدعاء مطلقا كما ذهب إلى ذلك العز بن عبد السلام. والدابة، وكذلك استعمال لفظ الدابة لذوات الأربع، يعني لذوات القوائم الأربعة كالحمار أو الحصان أو الكلب، والدابة لذوات الأربع كالحمار والكاف هنا للتمثيل أي وغيرها. فإنه أي فإن لفظ الدابة لم يبق في الاستعمال على موضوعه، أي على موضوع اللفظ اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. الدب على الأرض هو مطلق الانتقال، فيشمل الزواحف، فالزواحف أيضا من الدواب، يعني التعبان ده دب لأنه يدب بمعنى أنه هو بينتقل على الأرض. قال والاستعمال، ما هو الاستعمال ورد في التعريف إطلاق اللفظ ككلمة الصلاة وإرادة المعنى، يعني يريد المتكلم من هذا اللفظ هذا المعنى، كما إذا أطلق المتشرع لفظ الصلاة فإنه يريد منها الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية. وهذا التعريف الثاني هو الراجح، يعني هو التعريف الراجح، لأنه يشمل الحقائق المتنوعة والراجح ثبوتها. وتقسيم الحقيقة الآتي في كلام المصنف إنما يتمشى عليه، لأن المصنف بعد ذلك ذكر أن الحقائق إما أن تكون حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، وأثبت هذا واختار هذا الرأي، ولذلك التعريف الثاني يناسب اختيار المصنف. لا، قلة للحكاية مش قلة للتضعيف. قال إنما يتمشى عليه، أي على الثاني دون الأول، القاصر على الحقيقة اللغوية والمجاز، لغة مفعل من الجواز. يبقى مفعل دي أخوانا عائدة إلى الوزن مش عائدة إلى اللغة، لغة يبقى معناه لغة مأخوذ من الجواز، أي الانتقال من مكان إلى آخر،
والمجاز مصدر ميمي يصلح للزمان والمكان والحدث. مجاز يبقى زمن الانتقال، زمن التجاوز. مجاز مكان الانتقال ومكان التجاوز. مجاز حدث التجاوز. المجاز مصدر ميمي، والمصدر الميمي يستعمل في الزمان والمكان. ها والم... ما هو بيقول لك ايه؟ زمان ومكان ومصدر حدث يعني. يبقى مصدر ميمي يعني ايه؟ يستعمل في الزمان اي زمان الجواز، او مكان الجواز، او حدث الجواز. طيب زي مسجد، مسجد مصدر ميمي، إما أن يستعمل في مكان السجود أو زمن السجود أو حدث السجود. ومن هنا ناقشنا الوهابية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين إيه؟ مساجد، جمع مسجد. المسجد ده مصدر مين؟ يبقى الممنوع إيه؟ أن تجعل القبر. قلنا لا، قلنا ده المراد من المسجد هنا ليس ما احنا قلنا ليه الزمان، ليس زمان السجود ولا حدث السجود، ده مكان السجود. يعني أجعل القبر مكانا أسجد عليه. الفتوى دي مبينة عندنا في الدار، فتوى طويلة كتبها أحد علماء دار الإفتاء، وكانت بمتابعة الإمام العلامة حفظه الله. والمجاز لغة مفعل من الجواز من مكان إلى آخر. واصطلاحا على التعريف الأول، والمجاز على التعريف الأول للحقيقة له تعريف، وعلى التعريف الثاني له تعريف آخر. طيب ما قالوا؟ ما كما قلنا، لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ يعني لفظ. ما يعني لفظ تجوز أو تجوز. تجوز ده بالبناء لما لم يسمى فاعله، أو تجوز يعني المستعمل به أي تعدية، أو تعدى به فاعله به أي باللفظ عن موضوعه، أي عن موضوع اللفظ اللغوي. ولذلك بعضهم يقول هو لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة، لكن ده تعريف البلاغيين. أما احنا بنتكلم هنا على اختيار وتعريف إمام الحرمين. وأما على التعريف الثاني للحقيقة، وكان ينبغي على إمام الحرمين أن يذكر تعريف المجاز على التعريف الثاني للحقيقة، لأن التعريف الثاني هو المختار، لأنه هو الذي يشمل الحقيقة بكل أنواعها وأقسامها، عرفية ولغوية شرعية أو وهكذا. طيب قال: وأما على التعريف الثاني للحقيقة فهو ما، أي لفظ استعمل استعمالا صحيحا بأن يكون لي علاقة وقرينة في غير ما، يعني معنى ما هنا رجع إلى المعنى، اصطلح يعني اتفق عليه أي على المعنى من المخاطبة أي من الجماعة المخاطبة المتحدثة بهذه الكلمة. قال بعد ذلك في أقسام الحقيقة، يعني بحث لطيف. والحقيقة إما لغويا بأن وضعها، وضعها يعني جعلها أهل اللغة بإزاء المعنى، بأن وضعها أهل اللغة يعني أهل كل لغة بتوقيف أو اصطلاح. هو هنا بيتكلم على واضع اللغة. هل الواضع اللغة هو الله أو العرب؟ وأن بعضها باصطلاح وبعضها بتوقيف كلام طويل. لا
لكن الإمام الزركشي هنا في نكتة فريدة يقول بأنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الوضع في اللغة يختلف عن الوضع في الشرع. الوضع في اللغة لفظ جعل بإزاء معنى، الوضع في الشرع معناه غلبة الاستعمال، لأنه لم يتحقق من الشارع وضع، وإحنا شفنا رأينا الشارع وهو يضع الألفاظ للمعاني، ولكن رأينا استعمالا، رأينا أن القرآن تستعمل فيه الصلاة للأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المطالب التزمة بنيه. هذا هو الاستعمال الذي رأيناه ووجدناه بكثرة حتى غلب على ظننا أن الصلاة موضوعة لهذا، فأصبح الوضع في الشرع معناه غلبة الاستعمال. وأما الوضع في اللغة لا، ده كلمة بإزاء معنى، استعمالها يعني إطلاق وإرادة المعنى. وأما الوضع في الشرعية هو الاستعمال. قال ينبغي التنبه أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية، فإنه في اللغوية تعيين اللفظ بإزاء المعنى اللي هو الجعل، وأما في الأخيرين فإنه بمعنى غلبة الاستعمال، فإنه لم ينقل عن الشارع، لم ينقل عن الشارع أنه قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى كالصلاة والصيام بإزاء معنى كل منهما الشرعيين، بل الذي حدث هو غلبة استعمال الشارع لهما في هذه المعاني، وكذا أهل العرف. وإحنا شفناهم أو هم أخبروا عن أنفسهم أنهم وضعوا لفظ الدابة لكذا، لا، وإنما رأينا منهم استعمالا، فصار وضعهم هو استعماله. ده كلام الإمام الزركشي هتلاقيه في البحر المحيط. قال والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح. طبعا وضع اللغة ده بحث طويل سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى عند قراءتنا لجمع الجوامع قريبا إن شاء الله. كالأسد للحيوان المفترس، يعني مثل وضع لفظ الأسد بإزاء الحيوان المفترس. حيوان مفترس يعني إيه؟ يعني يفترس من يراه، ربنا يستر عليك يا مولانا ما يفترسكش. وقالوا في المفترس ألفه للكمال، فيكون المفترس افتراسا كاملا تاما، يعني هياكلك هياكلك ولو كلك مش هيخلي منك حاجة. وإما الشرعية لأنواع الحقائق، خلي بالك هذا الكتاب هيؤهل على المرحلة القادمة، مش هنحتاج بعد كده بقى ان احنا نقول لك يعني ايه شرعية وايه عرفية وايه وعرفية خاصة وايه عرفية عامة وايه لغوية وهكذا. يعني تنبه من اراد ان يحضر الكتاب القادم فليتقن هذا الكتاب. قال واما شرعية بان وضعها الشارع، والشارع هو الله سبحانه وتعالى بناء على عدم التوقيف. قال كالصلاة للعبادة المخصوصة، والصوم للإمساك المخصوص، والحج لقصد الكعبة على وجه مخصوص. وقلنا شرعية بوضعها بمعنى إيه؟ بمعنى كثر استعمالها، كثر استعمال الشارع لها في هذه المعاني. وإما عرفية منسوبة إلى العرف، وهي التي نقلها أهل العرف من معناها اللغوي إلى غيره، نقلها أهل العرف من معناها اللغوي إلى معنى آخر، سواء كان بالتوسعة أو كان بالتضييق. قال بحيث هجر الأول، يعني نقلا مقيدا
بترك المعنى الأول. هجل يعني خلاص ما نسينا المعنى الأول، تركنا المعنى الأول تركا كليا. وهي إما أن تكون من قوم مخصوصين فتكون عرفية خاصة كأصحاب الصناعات وأصحاب العلوم الخاصة، وضعوا مثلا الفقه لكذا، وأهل الأصول وضعوا الأصول لكذا، وأهل النحو وضعوا النحو لكذا، والصرف الصرف لكذا، والتفسير لكذا، وهكذا. وهي أي العرفية إما ألا تكون من قوم مخصوصين، ده بقى المثال الذي ذكرته العرفية الخاصة، إما ألا تكون من قوم مخصوصين تبقى عرفية عامة، يعني بألا يتعين ناقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي. إذا لم يتعين تكون عرفية إيه؟ عامة. وإما ألا تكون من قوم مخصوصين أو أن تكون من قوم مخصوصين معلومين. فالأولى تسمى العرفية العامة، يعني التي لم يتعين ناقلها، غلبت عند الإطلاق عليها. عندما نقول عرفية الذهن ينصرف إلى العرفية العامة، فالعرفية غلبت على العرفية العامة. كالدابة، مثل لفظ الدابة إذا استعمل لذوات الأربع كالحمار أعزكم الله. وهي لغة، الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، يعني كل ما يتحرك وينقل نفسه. والثانية وهي الخاصة تسمى العرفية الخاصة، الثانية اللي هي إيه؟ التي علم وعرف ناقلها، تسمى العرفية الخاصة كالقلب. ده بقى مصطلحات بقى للفقهاء، والنقط والجمع والفرق للفقهاء، هتعرفها كل دوت في أصول الفقه، يعني إيه قلب، يعني إيه نقض، يعني إيه جمع، يعني إيه فرق، كل هذه مصطلحات أصولية. والجوهر والعرض للمتكلمين، عندهم الجوهر له ما لم يقم بنفسه، والعرض ما الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما لم يقم بنفسه على تعريف له. والرفع والنصب والجر للنحاة، يعني وضع الرفع والنصب والجر أمام معاني معينة، معروف من الذي وضع هذه المعاني المعينة، من الذي جعل اللفظ بإزاء المعنى، فهي عرفية خاصة، فإن لكل واحد منها معنى خاصا ونقله أهل العرف الخاص إلى معنى المصطلح، يعني متفق عليه عندهم. أقسام المجاز. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو بنقصان. لا خلاص بقى خلينا إيه، إن شاء الله عندنا محاضرة كمان وندخل على الأوامر والنواهي.